اهلا بكم في حلقه جديده من منشط احمر اقدمه لكم انا دينا القصوص. لنبدا بالعلم. هدوء في ساحه الحبوب بعد اطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين، ومحتجون ناصريه يوقفون التصعيد مقابل عدم التعرض للناشطين. الكاظم يؤكد مضي حكومته في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. انتجت انتفاضة تشرين جيلا سياسيا جديدا ينظر بترقب الى الانتخابات المقبلة التي يشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على اجرائها في موعدها، في وقت يؤكد سياسيون ان مظاهر الفساد والسلاح المنفلت قد تعرقل اجراء الاستحقاق الدستوري في موعده المحدد. ويؤكد مراقبون للشأن السياسي ان الانتفاضة غيرت ملامح العملية الانتخابية في العراق، حتى بدأت بعض الاحزاب تحمل شعارات تعكس مطالب الاحتجاجات وتغازل المتظاهرين في محاولة منها لخلق رأي عام مساند للاحتجاجات. إذن حول موضوع الانتخابات النيابية في العراق ومظاهر إجرائها وسط سلاح منفلت وفساد سياسي ومال سياسي، سينضم معنا ضيوف حلقة اليوم رئيس مركز الكلمة للدراسات سيد مهدي خزعل والسياسي العراقي سيد أحمد الأبيض. أهلا بكما معنا. سيد أحمد، لنبدأ معك، هل غيرت انتفاضة تشرين ملامح العملية الانتخابية في العراق؟ نعم، تحياتي لك وضيفك الكريم وجمهوركم الكريم. مؤكد ما شاهدناه، حتى نربط الشيء بشيء، ما شاهدناه في الأيام الأخيرة وخصوصا في محافظة ذي قار البطلة في عنوان التصدي الحقيقة للهجمة البربرية اللي تقودها الميليشيات المتسترة زي الدولة، يؤكد على أنه هذا الجيل ماضي قدما في استرداد الوطن وتخليصه من هذه الطبقة السياسية الفاسدة. لذلك موضوع الانتخابات هو ركيزة أساسية، ولكن كل المهتمين بهذه الانتفاضة والمعنيين بها بشكل حقيقي سوف لن يرضوا بانتخابات. واضح جدا أنه القوى السياسية المتغانمة على السلطة تريد تزييفها أو تزويرها بإصرار، وليس هذه المرة الحقيقة بنوايا قد تكون بعض الأحيان كانت جزء منها لا تعي ما تقوم به من موضوع تزييف الانتخابات. اليوم في إصرار، والحكومة أداءها ضعيف أزاء هذا الأمر فيما يتعلق في ضبط السلاح اللي هو ليس منفلت، وأنا أصر على هذه التسمية منذ فترة، والسلاح المشرعن الذي يتستر بظل قوانين وهيئات ومؤسسات، ولذلك طليق وحر طليق في اصطياد ومطاردة الناشطين. وعليه الحقيقة الحكومة يجب أن تثبت جديتها في هذا الأمر، وأن لا تراهن على طرف سياسي ميليشياوي يساندها هنا وطرف آخر يقف في وجهها. يفترض لديها الشارع الذي وصلت بدمائه إلى السلطة، عليها أن تحترم هذا الأمر. وخلاف الحقيقة خلافة سوف تسقط هذه الحكومة، وهي سقطت الآن في عيون كثير من الذين كانوا يرجون منها خيرا، سوف تسقط في أعينهم، وبالتالي سوف يكون مردها كسالف الحكومة التي سبقتها. هنا موضوع الانتخابات موضوع مهمة. اليوم المجتمع الدولي كله منشغل بنفسه، وأخيرا شفنا ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ بها الانقسام والذي سوف يطول. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية قد تبتعد في مؤثراتها كما يعتقد البعض لصالح هذا الطرف على حساب طرف آخر، وكذلك أوروبا منشغلة في شأنها. لم يبقى إلا العراقيين وأبناء هذه المنطقة للتصدي أولا لهذه الهجمة البربرية التي تأتي من خارج الحدود، سواء من إيران أو من دول أخرى، وبالذات مؤثرات إيران وأذرعها في العراق. من غير ضبط هذا الإيقاع من الصعب الحديث عن الانتخابات التي الحكومة عندما تخرج كل يوم وتقول سوف نجريها في موعدها، هي كأنما تشكك في هذا الموعد. الحقيقة هي تريد أن ترسل رسالة أن الحكومة جادة والأطراف الأخرى غير جادة. نعم، ليس هنالك طرف جاد، لا في حل البرلمان، لا في تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وليس حقيقة جادة في إجرائها بالطريقة التي يصبو إليها ثوار تشرين الذين قدموا الدماء الزكية من أجل أن يصل أبناء الشعب العراقي الشرفاء والوطنيين إلى
الى 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 قبة البرلمان، وبالتالي انتاج حكومة تقوم بتقديم الخدمة ومراعاة مصالح ابناء الشعب العراقي. نعم سيد مهدي خزعل، هل تعتقد أن الأحزاب التي تشكلت من رحم انتفاضة تشرين ستنجح في الانتخابات المقبلة في ظل هيمنة الأحزاب والمال السياسي والسلاح المنفلت؟ تحية طيبة لك سيدتي العزيزة، لضيفك الكريم، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. واقعا شباب تشرين منقسمين لفريقين حول الانتخابات. الرأي الأول والقسم الأول يدعو لمقاطعة هذه الانتخابات ويعز السبب على أنه لا جدوى من هذه الانتخابات إن لم نضمن عرسا انتخابيا ديمقراطيا سليما. بالتالي هناك مال وهناك سلاح منفلت، وهناك سلاح غير منفلت، هناك سلاح دولة ممكن أن يتدخل في هذه الانتخابات. وربما يسأل سائل كيف ممكن أن يتدخل سلاح الدولة في هذه الانتخابات؟ هذه الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة أسست لنفسها وجود عميق في مؤسسات الدولة، فتجد اللواء صاد والفريق با والضابط فلان وإلى آخره، هم ينتمون لهذه الأحزاب السياسية. فممكن أن يستغل هذا النفوذ، نفوذ الدولة وسلاح الدولة وسلطة الدولة، هؤلاء لديهم سلطة، ممكن أن تتكرس كلها، يكرسوها في سبيل يعني انحراف نتائج الانتخابات. وبالتالي أنا كذلك على هذا الرأي، لدي مثال ولدي شاهد في الانتخابات المنصرمة، شخصية عسكرية تملك منصبا أمنيا رفيع آنذاك في القوات الحكومية، في التصويت الخاص يعني حدث خرق من قبله كثير للتصويت لمرشح معين، وهذا المرشح حصل على عضوية المجلس النيابي في هذه الدورة التي نمر بها الآن، فقط من التصويت الخاص حصل على الأصوات الكافية فقط من التصويت الخاص. فبالتالي هذا الرأي يقول ما جدوى الانتخابات وهناك انفلات وهناك مال وهناك سلطة، نحن سنخوض معركة خاسرة. الرأي الآخر لا يخالف، يقول لا طريق ولا مسلك ولا شيء ممكن أن نغير فيه جيد الوضع السياسي الحالي من دون الخوض في هذه الانتخابات، من دون خوض العملية الديمقراطية. وهؤلاء الشباب رتبوا أنفسهم وجهزوا أنفسهم ورتبوا كياناتهم ومرشحهم. أنا على يقين عزيزتي، وهذه دائما أقولها، أقول الوتر الغاضب، الفئة الغاضبة، الفئة الممتعضة التي قاطعت، هذه ممكن أن تغير جزء كبير من المعادلة، ممكن أن تأخذ الكثير والكبير في مشهد الانتخابات المقبلة إذا ما تم تنظيمها بصورة صحيحة. لذلك نحن الآن كنخب وآخرين يشاركون من المتصدين للشأن العام وللشأن العراقي نسعى لصناعة ناخب جيد، نعمل على هذه الفئة المقاطعة، وشباب تشرين كذلك يعملون على هذه الفئة المقاطعة. الآن نحن نريد صناعة ناخب يعي تحديات المرحلة ويعي خطورة المرحلة. بالتالي المسؤولية تكاملية، نحن نحث الناس، شباب تشرين يحثون الناس، يرتبون أمورهم، يرتبون صفوفهم، لكن تبقى مسؤولية الحكومة، لابد الحكومة أن تكون ضامنة لإجراء هذه الانتخابات وسلامتها. وآلام المؤشرات كلها تقول أنه إمكانية إجراءها في السلامة المعتادة، هسه مو كل السلامة السلامة، يعني ربما ما نريد نحقق فد شيء عالي، أمريكا حدث خلل وتزوير في انتخاباتها، لكن على الأقل في مستوى يختلف عن سابقاتها، الحفاظ ولو بجزء كبير على سلامة هذه الانتخابات. كل المؤشرات والمعطيات الموجودة لدينا كمراقبين ومتابعين لا تدل على سلامة ونزاهة الانتخابات. نعم، إذن ابقوا معنا ضيوفنا الكرام، سنتوقف لنتابع هذا التقرير الذي يوضح أبرز العراقيل التي تقف أمام إجراء الانتخابات وأمام مشاركة التشرينيين فيها. نجدد اليوم عهدنا إلى الشعب العراقي بأننا لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أي جهة كانت، ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية، وأن قرارنا أننا ننطلق من مسؤوليتنا الوطنية، وأن صون سيادة العراق وأمنه وسلامة دولته هو قرار عراقي بامتياز. يشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مرارا على أن الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها المحدد، وأن حكومته لا تحرص على الموعد فحسب
بل على ظروف إجرائها بعيدا عن مظاهر السلاح المنفلت والفساد والمال السياسي الذي بدأت ملامحه تتشكل مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري. وعلى الرغم من تعديل قانون الانتخابات بشكل يلائم تطلعات جيل جديد من الناخبين والمرشحين على حد سواء، إلا أن ذلك لا يكفي وفقا لناشطين أعربوا عن خشيتهم من خوض السباق في ظل استمرار هيمنة الأحزاب على جميع مفاصل الدولة بما فيها مفوضية الانتخابات نفسها، مرجحين أن يتكرر سيناريو 2018 الذي أنتج طبقة سياسية هي أبعد ما تكون عن إرادة الشعب حسب قولهم. سين الغراوي شلونك يا ولد؟ هاي المتظاهرين الأبطال. لا يستبعد ناشطون في انتفاضة تشرين أن تتكرر تلك المشاهد مستقبلا، فالحال بعد الاحتجاجات لم يختلف كثيرا عما كان عليه قبلها. الفساد ينخر الدولة والسلاح المنفلت يحكم قبضته على مؤسساتها، وقد لا يكون بعيدا عن صناديق الاقتراع حتى أولئك الذين قرروا تشكيل أحزاب سياسية من رحم الانتفاضة يخشون من خوض السباق الانتخابي في ظل تلك الظروف والانقسام حول نتائجها. دكتور أحمد، هل تؤمن بمشاركة التشرينيين في الانتخابات كمرشحين وليس كناخبين؟ في الحقيقة الثورة اللي انطلقت في العراق منذ يعني دخلنا في العام الثاني لها ما تأسست على مجرد اختزالها في قضية صندوق اقتراع وصونة، قد يكون هذا واحدة من أهدافها أن نصل بالبلد إلى حالة ديمقراطية مستقرة تكون الانتخابات هي الآلية التي تنتج الوضع الحكومي والسياسي في البلد وتؤسس لمؤسسات سليمة. صحيح أنا أؤمن بأن الانتخابات يجب أن تكون حرة نزيهة مطلقا، ليس هنالك يعني مع احترامي لرأي الضيف كما يشاع الآن وتريد الأحزاب السلطوية تقول أنه إجراءها 50% و40%، لا يجوز. عندما نزور إرادة الشعب العراقي سوف ننتج فسادا أكثر من الفساد اللي حصل عام 2018 مع دفع الآن أحزاب السلطة تدفع الشعب العراقي أن لا يشارك. ليس فقط التشرينيون عليهم أن يسلكوا طريقا. إذا سألتني ما هو الحل، أولا بدأت هنالك قوة وطنية خارج وداخل العراق الحقيقة تتحدث عن ضرورة تغيير النظام وليس إسقاطه كما حصل عام 2003، رغم أنه ليس هنالك نظام وليس هنالك دولة الحقيقة، هنالك غياب لمفهوم الدولة في العراق. تغيير هذا النظام يجب أن يكون في ثلاث مسارات. واحد من المسارات السياسية نزع الشرعية عن هذا النظام الذي يقتل وتتستر به العصابات والميليشيات والزعامات الحقيقة التي يفترض أنها زعامات ولكن هي زعامات عصابات وليست زعامات سياسية. هذا المسار السياسي يلتحق به مسار قانوني لفضح وكشف جرائم هذا النظام الذي هو مرتبط للأسف بأجندات خارجية ومنها الأجندة الإيرانية. والثالث هو المسار الانتخابي. التشرينيون عليهم أن لا يعطوا شرعية الثورة لهذه الطبقة الفاسدة، عليهم أن يعملوا حراكا انتخابيا داخل أوساطهم بأن يشخصوا الشخصيات الوطنية ضمن مناطقهم بلحاظ أنه يجب حقيقة يجب على الحكومة أن تحمي قضيتين، تحمي المرشحين وخصوصا التشرينيون، وهناك سوف يكون استهداف من هذه القوى الظلامية لأنهم ناشطون في الحراك المدني السلمي يستهدفون. لاحظت ما حصل أمس في ذي قاب لولا أنه الصولة الشعبية الثورية التي أجبرت أدوات السلطة أن تطلق سراح الحقيقة، ومن هنا تحية لضباط الجيش في الناصرية الذين وقفوا مع شعبهم أطلقوا سراح الناشطين وضباط الجيش. هذا العنصر الحماية الأول، والعنصر الحماية الثاني هو حماية صندوق الاقتراع. وهذا كيف يتأتى بأن تعلن النتائج الحقيقة تحت المراقبة الشعبية في الأقضية والنواحي، أقصد مراكز الأقضية والنواحي الانتخابية بنفس اليوم وتعتمد. عندما ترحل الصناديق إلى مركز عام سوف يتم تزييفها، عندما تؤخر نتائج الانتخابات سوف يتم تزييفها. احنا عندنا ملاحظات وعندنا الحقيقة حلول لهذه الملاحظات.
هذا يجب أن يدرج في التعليمات للمفوضية. القانون انتهينا من عنده، ولكن التعليمات التي تجرى بها الانتخابات المفوضية التي هي أيضا موزعة ومقسمة مناصبها ما بين الأحزاب، هذا نعم. ليس نقاش بيزنطي، هذا نقاش معروف ومسلم به. إذن المفوضية تحت سلطة الأحزاب، والأحزاب تمتلك المال والسلاح ولديها القدرة على الوصول الحقيقة للمستقلين والوطنيين واستهدافهم دون أن يسائلها أحد. احنا نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد أعطى التشريع لحد الآن، لم نرى أي واحد مسؤول عن هؤلاء تم إلقاء القبض عليه أو محاكمته، وبدليل أنه الخزانة الأمريكية وضعت أهم الشخصيات قبل يومين تحت طائلة العقوبات، وهذا يكشف على أنه الطرف الثالث الذي كان يسمونه طرف ثالث بدأ يكشف، وهذا لولا نشاط بعض الوطنيين خارج العراق ما كان وصلت النتائج لهنا. لذلك يجب أن نسير بثلاث مسارات، أن نتشكل كيان وطني سياسي استراتيجي ليس انتخابي يهتم بالشأن العراقي الحقيقة، هدفه أن يقلب الحالة في العراق من حالة الفوضى والفساد إلى حالة الاستقرار والرقي. هذا هو المسعى اللي قدمه شباب تشرين أرواحهم من أجله. أما أن نشترك في انتخابات نعطي شرعية لهؤلاء، هذا سوف يكون محل نقاش وجدل، مع ملاحظة أساسية أنه ليس هنالك رغبة لهذه القوى السياسية أن تحل البرلمان في نيسان اللي هو شرط أساسي لإجراء الانتخابات. نعم. في حزيران. نعم. نعم. سيد خزعل، هل أنت مع رأي الدكتور أحمد أم أنك تختلف معه؟ يعني قبل لا أبدي تعليقا على ما طرحه جناب الدكتور، ربما الدكتور أساء فهم توصيفي لموضوعة سلامة الانتخابات ونزاهتها. أنا لا أختلف يعني، وكل العقلاء لا يختلفون على أن الفساد هو ولو كان نسبة 1% هو مصادرة لآراء وفئة وشريحة مجتمعية قد أدلت بأصواتها لجهة معينة ولشخص معين وتم تغييرها. لكن نحن نقول من الإمكانية نتكلم واقع، كل احنا عاملين في المشهد العراقي ونعمل في الصحافه والسياسه والاعلام، اقول من الممكن ان نضبط ايقاع الانتخابات كل الضبط، نجعلها يعني سليمه 100% نقدر مثلا، اقول لا من غير الممكن، لا الكاظمي ولا غير الكاظمي ممكن ان يستطيع جيد ان يضبط ايقاع الانتخابات كليا، جميعها يضبطها ويتم السيطره عليها، لكن احنا شنو نقول؟ نقول الان نحن نريد ان ندفع ان نجعل نختلف المعادلة تختلف عن السابق. السابقة جيد كان فيها التزوير كبير وكثير وكانت المشكلات عليها كثيرة. الآن هذا الحراك الشعبي، الإرادة الشعبية، الإرادة الحقيقية للنخب والكفاءات جيد تدفع أن لا نمر بالمرحلة السابقة في المرحلة الماضية. هذه نقطة. النقطة الثانية عزيزتي سألتيني عن تعليقي وعن رأيي اتجاه كلام الدكتور. الدكتور يتكلم عن منح الشرعية الدخول في الانتخابات وخوض العملية الانتخابية، هو ربما سيمنح شرعية لهذا النظام ولهذه الأحزاب الموجودة. أنا أختلف أمانة، يعني أنا أجد لا حل إلا بالانتخابات، لا حل إلا بدخول العملية الانتخابية. إحنا بالتالي عزيزتي أكو فئة، هذه الفئة إحنا الآن إذا كل إحنا نجي نقول إنه هذه الأحزاب السياسية هي أحزاب منحسرة، هي الأحزاب منبوذة، هي عندها مشكلة مع الجماهير عندهم مشكله معها، خب اذا ليش متخوفين؟ احنا مثل ما يقال بالشعب العراقي هذا الميدان يا حميدان، مؤمنين بالعمليه الديمقراطيه، نؤمن بالنظام الديمقراطي، ونجي نرتب لعمليه ديمقراطيه وعرس انتخابي سليم، ونجي ننظم انفسنا والشباب ينظمون انفسهم. وانا هنا خلي اثبت نقطه اتفق بها مع جناب الدكتور، تشرين فكره ونبراس ومنهج للاصلاح السياسي لا تختزل بحزب ولا تختزل بشخوص. وحتى اليوم احنا وكثير من المتحدثين، واني اقولها يعني فرضا انا اقولها، اقول انا لا امثل تشرين، بل تشرين هي من تمثلني وتمثل الاخرين من هم على شاكلتي لمن يريدون اصلاح النظام السياسي والنظام الحالي. تشرين أصبحت أكبر من موضوع احتجاجي وأكبر من موضوع حزب، تشرين أصبحت القضية المنشودة لكل من يريد إصلاح في هذا البلاد. فأقول عزيزتي نحن ندفع باتجاه المشاركة الشعبية، إذا ضمننا وجود مشاركة شعبية وعملنا بصورة صحيحة على خطاب الناخب العراقي
خطاب المواطن العراقي أنا أجزم لك راح نصل لنتائج إيجابية. أما نعم. إحنا باقين وقاعدين ونقول من نبطل النظام الشرعية ومن يجي نخوض العملية الديمقراطية مع الأعزاب الموجودة ونكون بعيدين عنها، لا أعتقد راح نعيد الكرة مرة ثانية وراح نجي نقع بأخطاء وراح تصير في ملاحظات عديدة وراح نرجع مرة أخرى للتظاهر والانتفاض. خلي نجي نحقق ما حققناه، نستغل ما تحقق من وعيا شعبيا جماهيريا في قضية انتخابية، زين عزيزتي، ونجي نعم. هذا الحديث والخطاب للناس، وخصوصا مع تصغير الدوائر هذه دعوة للمجتمع أن يختاروا من هو الأصلح والأفضل، يعرفون أبناء مناطقهم، زين عزيزتي، فنستغل هذا الوعي المجتمعي وننظمه انتخابيا حتى نحصل على معادلة برلمانية. أنا همين خلي أقول للسادة المشاهدين الأكارم، هذه الانتخابات لن تسير بالقطار وبالبلد إلى الغاية والطريق المنشود في الإصلاح. أنا نعم. أعتقد إنه هذه الانتخابات ستضع لنا القطار على السكة. نعم، وصلت الفكرة سيد مهدي. حتى تكتمل الجوانب جميعها، نحن نتحدث ونأخذ آراء المحللين وأصحاب الدراسات والأبحاث، ولكن علينا أن نرى ما الذي يحدث داخل التشرينيين. سينضم إلينا الناشط المدني السيد طلال الحريري. أهلا بك معنا سيد طلال، أنت واحد من أبرز الناشطين الذين فكروا بالعمل السياسي، لكن هناك انقسام حول مشاركة التشرينيين في الانتخابات، كيف ستشاركون في انتخابات وهي أصلا مشكوك بنزاهتها؟ نعم، مساء الخير، تحية لك وللضيوف. يعني أنا أتفق في جانب وأختلف في جانب آخر. نعم. يعني خاصة مع أراء الضيوف، والدكتور أحمد له كل الاحترام والتقدير وشخصية محترمة جدا. الانتخابات نعم هناك تشكيك في الانتخابات، لكن من الذي خلق هذا التشكيك في الانتخابات؟ لو كانت الطبقة السياسية على اختلاف أحزابها وإيديولوجياتها ضامنة فوز محقق في الانتخابات أو ضامنة فوز نسبي في هذه الانتخابات، لما قتلوا متظاهرا واحدا، لما شاهدنا عمليات عنف بهذه القساوة وهذه الشدة. لكن هذا 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 مصطلح مطلق، أن الانتخابات مشكك بها، أن الانتخابات هي في كل دول العالم الديمقراطية هناك نسبة بعدم نزاهة الانتخابات. هذا لا يعني أننا اليوم نريد أن ننزه العملية السياسية الفاسدة أبدا، لكن يجب علينا، أنا أقول أن الوقت أصبح حان الوقت لعملية تغيير من الداخل. لا ما نبقى إحنا ننتظر قوة خارجية تجي تخلصنا، احنا شبينا، احنا عراقيين واصحاب اراده. يعني يجب ان يجب العمل بعقلانيه واستثمار الانتخابات. يعني اكبر عمليه تزوير في الانتخابات هي المقاطعه. يعني ما يصير احنا 18 مليون عراقي قاطع الانتخابات ونرجع بالتالي احنا نقدم ارواح وتضحيات. يعني انا من الشخصيات الذي داعم لثوره حقيقيه بوسائل منظمه لتغيير النظام، لكن هذا لم يتحقق. يعني اليوم الاحتجاجات هي ليست إلا وسيلة لحصاد المزيد من الأرواح، فيجب يعني دخولنا في عملية سياسية منظمة. أنا لا أقصد العملية السياسية التي تخص السلطة، أقصد بعملية سياسية تنتج من خلال رؤية الثورة. يعني هنالك قيم سياسية أنتجت وولدت مع الثورة، هذه يجب استثمارها سياسيا. اليوم نحن كمتظاهرين، كنخب سياسية، كوطنيين، يجب بلورة هذه الرؤى وهذه القيم والخروج بجسد سياسي يمثل تطلعات العراقيين، تطلعات هذه الأمة المتنوعة، وبالتالي عدم السماح للإسلام السياسي بالتغلغل في على هذا المستوى. يعني الدولة مخطوفة، العراق تم تفكيكه اجتماعيا وثقافيا ودينيا وإلى هكذا، لكن أين الإرادة العراقية؟ أين الرؤية العراقية؟ يعني احنا نظل نبقى ننتظر القوى خارجية تجي تخلصنا؟ يعني هذا أبدا ما نقبل به. فيجب أن تتولد إرادة عراقية، وهذا الذي دفعنا، يعني هذا الذي دفعنا للعمل المنظم السياسي، وأن نواجه، ليس فقط أنه اليوم نجي نأسس حزب أو تحالف ونقول خلاص احنا بدينا نمشي بعملية التغيير. لا، اليوم يعني كل هذه الرؤية يجب أن تتوضح، وأن نخرج بمشروع صريح على المستوى الأيديولوجي الفكري، على المستوى الثقافي، وعلى المستوى السياسي، وأن نقدم رؤية بناء دولة. يعني اليوم خليني أقنع المواطن بكل صراحة،
ما أبقى أنا أتخفى وراء عناوين والله أنا مدني وأنا معتدل. لا أخي، مو مدني ولا معتدل، أنا علماني ليبرالي، واللي موجود هو إسلام سياسي. هذا الإسلام السياسي اللي خلق دولة تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ. فلا، خلونا نواجه بهكذا، يعني نكون صريحين. أنا اليوم أحمل أيديولوجية وفكر مناقض لهذا الفكر، وأحمل رؤية لبناء دولة، وأستطيع يعني أقدم مشروع للمواطن العراقي يقتنع به. فعلى هذا الأساس إحنا، وأنا بصراحة يعني إحنا أسسنا ابدا العنوان ما هو يعني ما له علاقه انه احنا نريد يعني نستثمر الثوره او نستغلها، لا ابدا. لكن اليوم احنا يجب بلوره رؤيه عراقيه، اراده عراقيه من الداخل. يعني بالمناسبه يعني انا شخص مختص بالعلاقات الدوليه ومطلع على كل الاحداث في الخارج. يعني حتى امريكا تريد ان تتبلور اراده عراقيه من الداخل، وان يعني تستثمر الديمقراطيه والتعدديه السياسيه في سبيل ان لا تريد امريكا ان تتكلف وتخوض حرب في العراق من اجل العراقيين. هذا وهم بصراحه. امريكا يعني تنظر الى مصالحها اولا، ومساله العقوبات والحرب على الميليشيات واذرع ايران وهذا الجو كله يصب في مصالح الامريكيه. يعني لا يمكن، امريكا لا تخوض حرب عن العراقيين لتخليصهم من هذه السلطه الفاسده، ولا اي دوله في المنطقه. المطلوب هو بلوره رؤيه عراقيه واراده عراقيه حره من الداخل، تستطيع الوقوف بوجه هذه الايديولوجيه الفاشله التي اسقطت الدوله، وبصراحه هي تعيش خريفها الاخير. فخلونا نتوحد بهذا الاتجاه، يعني هذا اللي اريد اقوله بصراحه. نعم دكتور أحمد، ألا تعتقد أن هؤلاء الشباب سيغيرون أن المعادلة السياسية إذا ما انخرطوا فيها؟ يبي حتى أشرحها بشكل واضح، هو ماكو عاقل يرفض مبدأ الانتخابات والديمقراطية. أصلا الأمل كان بعد إسقاط النظام عام 2003، واللي كان معارض للنظام أو في الداخل وما استطيع أن يعبر، وإحنا كنا منهم الحق، نهضنا النظام في الداخل بدون أن نحمل سلاح، ولكن كنا ننشر الأمل للعراقيين بأنه التجربة القادمة، ما كنا نعتقد الاحتلال راح يحرف القضية. وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية لم تعمل على نشر الديمقراطية في العراق، أرادت تنشر مبادئ تخص فيها. الآن أمريكا خارج المعادلة وسوف تثبت الأيام، خارج المعادلة الشرق أوسطية سوف تكون، وهنالك تحدي كبير لوجودها في المنطقة. لكن للأسف هذا يستغل من القتلة ليرفعون شعار المقاومة. لذلك عملية المشاركة في الانتخابات يجب أن تحكم بإرادة شعبية حقيقية. وإذا قلت كيف، راح أجاوبكم بسهولة. نعم. بمكان يجب أن تتشكل لجان شعبية من ثوار تشرين توازي اللجان الانتخابية، وهذا هو الأصل الحقيقة. طبعا هنا هذه اللجان الشعبية راح تكون عبارة عن خلايا الحقيقة، من الصعب أن تصطادها مجموعة من القتلة ومن الشراذم اللي كما يفعلوا يوم أمس في ذيقاق. وعلى الحكومة من الآن أن تسحب كل تنظيم عسكري أمني من خلية أزمة اللي مرتبطة بالميليشيات وغيرها، أن تسحبها من المحافظات، وأن يكون للجيش دور في حماية المحافظات من الخارج، من إطار الخارج، ويستعان فيه إذا حصل اضطراب، وأن تكون الشرطة المحلية هي المسؤولة عن ضبط الأمن، وخصوصا محافظات الجنوب والفرات الأوسط ليست فيها مشاكل إرهابية وغيرها. الإرهاب يأتي من الميليشيات ومن زعمائها. هذه اللجان الشعبية هي التي سوف تراقب الانتخابات. وأؤكد مرة أخرى، إذا التشرينيون رضوا بأن ترحل إعلان النتائج، وأنا قصدي بالتزوير حتى يكون واضح، هو ليس فقط تزييف بطاقة الاقتراع، هو تزوير الحقائق والنتائج التي تعقب الانتخابات. وأقصد هنا ما ينتج من مخرجات العملية الانتخابية، من تشكيل كتلة أكبر وكتلة أصغر، ومعروف إيش التشرينيون إذا صارت، وأنا أكدها مرة أخرى، إذا صارت نزاهة في الانتخابات مقبولة، لا أقول 50 أو 40%، لكن مقبولة بمعنى الإرادة الشعبية ترضى عنها، سوف يحصلوا على أكثر من 70% من المقاعد. وهذا ما يقلق الأحزاب وما يقلق الجهات الأجنبية المرتبطين بها. لذلك العصر الآن يجب أن يتحول كما ذكرت، الحراك الداخلي أو الخارجي، هذه المسميات والتصنيفات العنصرية يجب أن ننتهي منها. كل شخصية تسعى لمصلحة العراق في الداخل وبالخارج هي شخصية وطنية، وبالتالي المسعى لتغيير النظام سوف لن يكتمل إلا بتحقيق رغبة دولية لكشف عناصر الفساد في هذا النظام، وبالتالي الإطاحة به، ليس بقوة عسكرية أو بحرب، لا، ولكن عندما تحمى الإرادة الشعبية وعندما يحمى صندوق الاقتراع. نحن نسعى الحقيقة لتشكيل هذا الكيان السياسي المعارض والمناهض للفساد في العراق، وسوف يتشكل،
وسوف يكون جزء منهم مراقب للانتخابات التي نحن ندفع الشباب للمشاركة بها، لكن وفق اشتراطاتها اللي ما تعطي الشرعية. هذه أحزاب السلطة والفساد والميليشيات تريد أن تقول هذا خلاص صندوق اقتراع واشتركنا به وبالتالي فزنا وأنتم خسرتم. هذا تزييف للتاريخ وارتداد على ثورة تشرين ومبادئها. إن لم يتطمئن الجماهير الحقيقة وبالذات ثوار تشرين للانتخابات، من الصعب جدا القول بأنه هذا المسار سوف يكون سليم لتبديل الأوضاع في العراق. هذا تزييف للحقائق، هذا إعطاء صك حقيقة على بياض للفساد الفاسدين والقتلة. لذلك يجب أن تتشكل لجان وليس فقط تشكيلات سياسية من قبل الثوار، لجان شعبية من الآن تعمل على كيفية تدرب عناصرها على كيفية مراقبة الانتخابات، وبالتالي هذه المراقبة والتقارير سوف ترفع إلى جهات دولية، ويكون الشرط الأساسي للمشاركة في الانتخابات أنه إذا أصبحت مزيفة فإن ثورة تشرين مستمرة لإسقاط هؤلاء. نعم سيد مهدي، ما الذي تحتاجه المشاريع السياسية الشبابية؟ هل هي ناضجة أم هي بحاجة إلى تنظيم من أكثر؟ يعني قبل لا أخذ في غمار سؤال السيد الأبيض، يتكلم على أنه تنظيمات شعبية بغض النظر عن أخرى مرادفة للتنظيمات السياسية، وهذه التنظيمات الشعبية تراقب عملية الانتخابية. هو تحدث عن وجود عن ضرورة أن يكون هناك لجان شعبية منبثقة من ثوار تشرين، هي من تراقب الانتخابات، وأن لا يكون هناك أي تدخل خارجي حتى لا يحدث تزوير. هذا ما قاله دكتور أحمد. جيد، واضح. وإن حدث هناك تزوير وحدث لبس في هذه الانتخابات، ترفع ما لدى هذه اللجان من تقارير للجهات الأممية. يعني ما في الانتخابات السابقة هناك مراقبين كثر، وهناك من راقب العملية الانتخابية من منظمات ومراكز وإلى آخره، واحترفت بوجود التزوير وقدمت للمنظمات الدولية والأممية هذه التقارير الرسمية، لكن ما تم الأخذ بها وما تم احتبارها وما تم إحداث أي شيء لاتجاه الانتخابات والتزوير التالي. عزيزتي، احيا معادلة واحدة، ما تقبل الخطأ. أنا مذعن بها ومن يشاركني الرأي كذلك مذعنين بها. لا حل إلا من الداخل، ماكو حل. إحنا غيرنا ما حد يلقى حل لأنفسنا. كوني على بينا، لا أمريكا ومنظمات دولية ولا أممية ولا آخره. ماكو حل إلا بأيادي العراقيين عزيزتي، إلا العراقيين أنفسهم هم يلقون حل لأنفسهم. إحنا مو قاعدين يعني قاعدين ونندب حظنا ونبكي بالتلفزيون وهناك تزوير وهناك مشاكل وإحنا ما متحركين على أرض الواقع، ما مقدمين شيء. هنا ما راح نصل لنتيجة. حديثنا ولكن الوضع مختلف سيد مهدي، هذا الوضع مختلف ما بعد ثورة تشرين. يعني ثورة تشرين وشباب تشرين لا يتباكون على الماضي، بل هم يقومون بأفعال حتى يضمنون نزاهة الانتخابات. حتى نعود للسؤال سيد مهدي ونجيب على السؤال، هل تعتقد أن المشاريع الشبابية الذين يودون خوض غمار العملية السياسية، هل هي ناضجة في هذا الوقت أم بحاجة إلى مزيد من التنظيم؟ واضح عزيزتي، لذلك أنا قلت لك الآن أنا في حديثي هذا دا أدعم الحراك الشعبي الذي يسعى لتنظيم الصف السياسي وخوض العملية الديمقراطية. بالحديثنا عن التكتلات السياسية الجديدة وعن شباب تشرين ومدى النضوج السياسي لديهم، أقول عزيزتي أنا قعدت مع الكثير منهم، تحاورت مع الكثير منهم، أكاد أن أجزم أنهم يملكون من الوعي السياسي ومن الفهم السياسي ما لا يملكه رجال السلطة الموجودين الآن. هم خبيرين وخبراء عفوا بالأنظمة السياسية وفي العلاقات الدولية وإلى آخره، لديهم نضوج سياسي، والأكثر من ذلك لديهم فهم لتحديات المرحلة الراهنة. عزيزتي، البعض الآن من قادة السلطة إلى الآن لا زال يحكم بعقلية المعارضة وكأن النظام السابق موجود ويتعامل بنظرية المعارضة، وليس كأنه هو الآن الحاكم الفعلي والسلطة عنده والمناصب بإيده. شبابنا اللي يتصدون والمتصدين حاليا فاهمين للوضع الحالي، فاهمين المعادلة الدولية شنو تريد، فاهمين لازم وين يكون العراق في أي مكان في أي قدم في أي موضع حتى يستقر العراق. هؤلاء الشباب لديهم من النضوج السياسي
ما يؤهلهم زين لقيادة البلد، لقيادة المرحلة. نعم، وصلت الفكرة سيد وفاعلا مهدي. مهما نعم. لكن المشكلة أكو فد مشكلة صغيرة بنصف دقيقة. المشكلة العمل التنظيمي، الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة الآن زين لديها تنظيمات. احنا الآن شبابنا هم بحاجة إلى العمل التنظيمي لنظم النفس، لنظم الصفوف، لنظم قواعدهم الجماهيرية والالتفاف عليها والجلوس معها. نعم سيد طلال، ما هو المشروع البديل الذي تطرحونه في الانتخابات المقبلة؟ نعم، المشروع هو يعني مفردة مشروع أو مصطلح مشروع هو مصطلح واسع، وهذا ما نعمل به. يعني المسألة تتخطى تأسيس حزب سياسي أو كيان سياسي، المسألة أكبر، وهي فعلا مشروع سياسي بحجم العراق وبحجم تطلعات الإرادة العامة التي خرجت بهذه الثورة. وبالمناسبة يعني أنا دائما أقول أن الثورة انتصرت ثقافيا، وهذا هو المطلوب، أن الثورة أحدثت يعني تغييرات قيمية على نفسية الفرد العراقي، وهذا هو المطلوب. يعني الثورة موجودة في نفسية الفرد العراقي، في توجهات الفرد العراقي، وبالتالي نحتاج فقط لبلورة هذه القيم والتوجه بصراحة. يعني فطرحنا مشروع، هذا المشروع أولا على رأس مبادئه السياسية هو فصل الدين عن الدولة. يعني سنقول ونصرح ونخاطب ونفهم المواطن بهذا الشكل مهما كلفنا ذلك من أي عوارض أخرى، يعني خاصة أن السلطة هي سلطة تعتقد بالأيديولوجية الإسلامية. فهذا أولا. الموضوع الآخر يعني أسسنا مشروع يقوم على الرؤية الاقتصادية، يعني وجعلنا شعار الاقتصاد أولا. يعني العراق اليوم هو بحاجة إلى رؤية اقتصادية قبل كل شيء. يعني هذه الحلول والشعارات الفارغة والتي تعودنا عليها بالتجربتين، يعني القومية والإسلامية، والإسلامية أسوأ بكثير من كل التجارب، لكن تعودنا على شعارات لم تخدم، يعني لم تستطيع تقديم أي شيء للمجتمع العراقي، للشعب العراقي، لهذه الأمة المتنوعة التي تستحق أفضل. ف يعني استطعنا تأسيس مشروع يقوم على هذه الأسس، يعني أسس سياسية ومبادئ سياسية راسخة وصريحة، يعني لا نتخفى خلف مفاهيم ما يسمى بالعلمانية والاعتدال، لا أبدا، المدنية عفوا. نحن علمانيون صريحون، يعني العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ووضعنا مفهوم للعلمانية يجعل المواطن يعتقد فعلا أن العلمانية لا تعادي الدين. يعني هذا على المستوى السياسي، هذا يجب أن يكون راسخا، لكن بصراحة قيمة المشروع وثقل المشروع هو بالرؤية الاقتصادية التي وضعناها. ومن أجل ذلك كما قلت أصبح الاقتصاد أولا، ولدينا رؤية في اقتصاد السوق والكثير من الأهداف الاقتصادية التي ستجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة إذا ما تحققت. لكن هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج الجهود مشتركة. يعني اليوم الموضوع أنا تكلمت عن الإرادة العراقية من الداخل، لكن هذا لا يعني أن نستثني الوطنيين في الخارج. يعني شخصيات أمثال الدكتور أحمد الأبيض والكثير من العراقيين الذين هم شخصيات عظيمة ومحترمة، يعني وقدموا الكثير للثورة، هؤلاء لا يمكن استثناؤهم. يعني نحتاج بلورة عراقية بالروح العراقية، بالجنسية العراقية، نحمل جنسية واحدة فقط ومشاعر واحدة ومبدأ واحد. نعم. هذا هو المبدأ الذي نحاول أن نصل إليه. واليوم كل الحركات والتجمعات التي خرجت من الثورة، يعني أنا أدعوها علنا وصراحة، أنا أدعونا نتوحد ضمن هذا العنوان، المشروع جاهز وكل شيء جاهز، تحتاج عمل ومواقف صريحة. يعني العراق لم يعد يحتمل التخفي خلف شعارات وقيم مشوهة أو مفاهيم مشوهة، دعونا نكون عراقيين بمبادئ سياسية واضحة. يعني فالمرحلة اليوم تتطلب من ذلك سيد طلال، أقصد الواقع. نعم، انطلاقا من ذلك، هل تعتقد أن العراقيين على استعداد لهذه التجربة الانتخابية الجديدة، عليهم في تشكيل ربما حركات سياسية شبابية؟ نعم، العراقي أكثر الشخصيات سواء في المنطقة أو على مستوى العالم، العراقي دائما ميال إلى الأفكار، دائما ميال إلى الحداثة. يعني فالعراقي اليوم اللي خلاه يعزف عن الانتخابات، ماكو مشروع هو ضد نوعي بهذا المستوى يعني يوازي الإسلام السياسي، ماكو بديل. يعني ظهرت المدنية للأسف بالسنوات الأخيرة، وبالتالي الخطاب واحد، يعني لم تقدم المدنية أدوات لمواجهة الإسلام السياسي.
المواطن اليوم يريد مواقف صريحة، يريد ناس تقول أنا أريد خلاص بعد هاي الحقبة لازم تنتهي بطريقة سلمية، يعني ندخل اليوم نقدم نفسنا بديل ونفصل الدين عن الدولة والمواطن يعيش مرتاح وسعيد ونضع رؤية لخدمة العراق والعراقيين. يعني هكذا يتصور، أريد واحد ما يقول دول الجوار يجب أن تكف عن العراق، ما يقول يجب أن تكون لا يشخص، أقول أنه سياسات إيران المزعزعة للاستقرار هذه يجب أن نضع لها حد. اليوم دول الخليج يعني أسمي المسميات، العراقي يريد واحد شجاع، أنا ما أقول واحد يعني شخص، وإنما مشروع يتحمل المسؤولية قادر على طرح رؤى هي تحاكي ما يعتقد به العراقي. فلذلك نحن أنا على ثقة تامة أن العراقيين على استعداد تام وجهوزية إذا ما استطعنا بالورة هكذا خطاب بهذه الصراحة المطلقة ونحقق مشاركة فعلية في الانتخابات القادمة ونستطيع أن نقلب كل الموازين السياسية في العملية السياسية. نعم دكتور أحمد، ما الذي يمكن أن تقدمونه لهذه الحركات السياسية الشبابية الجديدة التي تسعى لإحداث التغيير في المعادلة السياسية؟ طبعا أنا أشكرك ضيفك الأخ طلال، طرح سليم جدا الحقيقة ومنهجي، واحنا مواقفنا مو شخصيه، احنا مواقفنا وطنيه بحته، واللي هسه بالداخل او بالخارج احنا انا قدنا الحراك من عام 2008 لعام 2019 الا ظروف التهديد بصراحه هي اللي اجبرتنا للخروج. ولذلك اقول اللي نقدمه احنا الاتي ورؤيتنا السياسيه وفق الخبره اللي امتلكناها بعد مسار قارب 30 عاما من احنا طلاب في الجامعه الى اليوم. هذه الرؤيه تقوم بالشكل الاتي: الاقصاء إذا كان من اليمين أو للشمال يسبب أزمة، والسير في مسارات دموية كما جاءت حقبة الظلام التي تحكم العراق اليوم لتنتقم من الماضي، وهي عادة نفس مسلسل الانتقام. لذلك العراق يحتاج إلى ركيزتين أساسية. الأولى، كان البعض يعتقد بحكومة الكاظمية حكومة انتقالية، ولكن للأسف أصبحت بكل العناوين فشلت في هذا المسار اللي كان البعض يعتقده وكنا نعتقد عكس ذلك. هي أصبحت حكومة تكميلية للمشوار اللي ابتدأت فيه حكومة عادل عبد المهدي، بل أسوأ أصبحت في الأوضاع الاقتصادية وما شابه ذلك. العنوان هكذا يجب أن يكون. نعم استراتيجيا العراق يجب أن يكون دولة علمانية، هذا يتفق عليه بعقد اجتماعي جديد، ولكن المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن الآتي. هذا ما يجب أن يعمل عليه ثوار تشرين الحقيقة سواء في الانتخابات أو غيره. سوف لن يرضوا إلا بأن تكون مؤسسات الدولة واضحة المعالم. لا يجوز، وأنا أتحدث بصراحة بأرقام، لا يجوز لميليشياوي قاتل يتحكم بمصائر الناس والشباب وهو محمي بالدولة وبالقانون، لأن هنالك هيئة وقانون تحميه. يجب أن يتم الآن تسليط الضوء على هذا المربع. طبعا هذا سوف يحمي الانتخابات فيما بعد عندما نسلط الضوء على القتلة والميليشياويين الذين طبعا سوف يدخل قسم منهم في البرلمان. بالمناسبة هذا تحدي الأحزاب الفاشستية لثوار تشرين كما تتحداهم في ذي قار، وفشلوا وسوف يفشلوا. أقول العناوين والمشروع السياسي يجب أن يكون أكبر من اختزاله في مشروع انتخابي. هذا واحد. العناوين لثورة تشرين هي مدرسة للحياة بكل عناوينها، يجب أن لا تختزل بصندوق اقتراع أو بكيان سياسي. نعم ضيفك الأخ مهدي يقول وهذا صحيح، لا أحد يستطيع أن يمثل الثورة، الثورة تمثل كل الوطنيين الأحرار، هذا صحيح. لذلك لا يجوز لأحد أن يشكل كيان سياسي يقول أنا معبرا عن تشرين وبالتالي سوف أشارك في الانتخابات. يقول لا، أنا أحمل جزء من هم تشرين وسوف أذهب للانتخابات وأشارك. ولكن يجب أن يضعوا هذا الشرط كل الذين سوف يشتركوا. إذا حصل التزييف، وهنا أنا أقصد غير التزوير، التزييف بإرادة الشعب العراقي قبل الانتخابات وبعده، نحن كأنما لم نشارك، كأنما قاطعنا. الشعب العراقي الذي للأسف كثير منا لا زال صامت لا يتضامن حتى بكلمة. هذا نداء للشعب العراقي، تضامن مع هؤلاء الثوار حتى لو كلمة تطلقها في باص وأنت تستقل الباص أو في السوق. يجب أن تتخلص من لحظة الخوف والأنانية. هؤلاء لم تبقى لديهم كرامة إذا كان تعتقد لديهم كرامة دينية. هؤلاء سقطت كل قيمهم الأخلاقية، وأقصد قتلة الشعب العراقي من المشتركين معهم من السياسيين. هؤلاء مرتجفون، ولكن صمتك هو الذي يطيل بقائهم. الحراك كما مرة أخرى أقول يجب أن تتشكل لجان شعبية، مو ترفع تقارير الأمم المتحدة، لا، هذه التقارير
هي التي سوف تكشف زيف الانتخابات إذا ما حصلت الانتخابات وإذا ما حصل بها التزييف. نعم. وهذا هو عنوان التضامن الحقيقة الذي يكون سندا للمشروع السياسي الذي نطمح أن يتشكل في العراق ونتشكل من خلال تيار وطني واسع يلم كل الطيف العراقي. نحن لسنا ضد المتدينين كما يعتقد البعض. المتدين في السلطة يجب أن يكون يحمل قيم أخلاقية، على العكس لا يكون فاسدا، ولكن لا يجب أن تكون السلطة دينية. هذه هي التي يجب أن تطرح. احنا نريد دولة عراقية قائمة على أساس القانون، تحقق العدالة والرفاه لأبناء المجتمع العراقي. نعم دكتور أحمد، سأعطي لكل ضيف نصف دقيقة لنبدأ معك. دكتور أحمد، كيف ترى مستقبل هذه العناوين السياسية الشبابية؟ الشباب الحقيقة سوف لن يتراجعوا، وجيل يسلم لجيل. اللي كان عمره 15 سنة في العام الماضي الآن أصبح 16، شارك في الثورة يوم أمس، ولاحظتي شفتيهم يشاركون. ليس فقط بالمناسبة الحراك أمس لم يكن في 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 ذي قار فقط، في مناطق بغداد، ويجب أن تبقى الثورة مناطقية. هذا الشباب سوف لن يستسلم برغم حجم القتل والقمع الذي يصادف به، ولذلك أنا أرى فيهم كل الخير الحقيقة، وعلينا أن نتضامن معهم بشكل حقيقي ليس نفعي. لا نرجو من أي من 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 تضامننا معهم أي شيء. هذا هو الذي نسعى إليه الحقيقة، أن هذول هؤلاء سوف يتولوا قيادة العراق في المستقبل القريب. نعم. سيد مهدي، بنصف دقيقة إذا سمحت، كيف ترى مستقبل هذه العناوين السياسية الشبابية؟ يعني أنا أشوف هذه العناوين لها مستقبل واعد ومستقبل كبير في العمل السياسي، والإصلاح المرجو والمنشود على أيديها. ما بعد تشرين ليس كما قبل تشرين، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن تستجيب الكتل. نعم سيد طلال، الكلمة الأخيرة لك، هل تعتقد أنكم ستحدثون التغيير في العملية السياسية والمعادلة السياسية في العراق؟ يعني بالتأكيد، يعني قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول نحن كلنا جزء من الثورة، كلنا أشخاص أفراد مجموعات حتى لو مشاريع سياسية فكلنا جزء من الثورة، لكن أنا على يقين تام بأن هذه المشاريع ستتحد وستصل إلى السلطة مهما كلف ذلك. كل الشكر لك الناشط المدني سيد طلال الحريري، كما نشكر أيضا رئيس مركز الكلمة للدراسات سيد مهدي الخزعل، والشكر الموصول دائما للسياسي العراقي دكتور أحمد الأبيض. نهاية منشط أحمد، دمتم بأمان الله.